أفضلية نفط الوسط واضحة، اعتماد نفط البصرة على الكرات المرتدة. مراد يحاول مرور ممتاز، أكثر من رائع، عرضية أمامية الآن تبقى حسن داخل، سدد الكرة والكرة كانت بعيدة إلى خارج أرضية الملعب. على اليمين سيم فلاح، كرة عرضية عالية متابعة من الجهة البعيدة تبقى لمصلحة فريق نفط الوسط. يحيى حقق اللقب. مراد لحسن، سدد الكرة. بالمناسبة يعني هو في القائمة الدولية للحكام الدوليين هو أصغر حكم، وبالتالي كرة كانت خطيرة. أحمد زام، مراد يحاول تمرير مع مهند لمراد وعدي، يتصدى عدي، تبقى الخطورة، تبقى لنفط الوسط. مهند سدد الكرة وتبعد إلى خارج أرضية الملعب وإلى ضربة ركنية حلوة. الإبعاد يأتي عن طريق علي حسين إلى ضربة ركنية. حسين فلاح يحاول الآن أرسلها والكرة الرأسية، رسلان أمامية وعودي أبعدها إلى خارج أرضية الملعب. بدأت خطورة ماطية، وصلت لحسن داخل. هنا التمرير، خالد كرداغلي يحاول والإبعاد يأتي عن طريق عمار كاظم. إلى الآن نفط الوسط مع نفط البصرة والتعادل بدون أهداف مع ضغط، وخطورة نفط الوسط واضحة، والاستحواذ بالنسبة لنفط الوسط أفضل. أمامية الكرة مقطوعة وتبعد إلى خارج أرضية الملعب. تنفيذ عن طريق حسين عبد الواحد، أرسلها عالية خطيرة رأسية ولكنها بهذه الطريقة إلى خارج أرضية الملعب. أترك جومبي، تغيير ممتاز لأحمد زامل. أحمد طلب للكرة من قبل جاكوب والتمرير بعد ذلك. تبقى الكرة لنفط البصرة والكرة الرأسية عن طريق باتريك نجومبي، والكرة بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب. تنفذ لأحمد زامل، يعود لأحمد فرحان، عالية الكرة وإلى ركلة مرمى. قالت زامل، يبقى الهجوم، محاولة مستمرة جومبي لأحمد فرحان، سدد الكرة ولكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب. ركلتي، ونتمنى أن تتغير الأمور. هنا التسديدة عن طريق مراد. الزامل للأمام والكرة بعد ذلك تبعد. إذن هنا الصافرة أعزائي مشاهدي قناة الرياضية العراقية الكرام، أينما كنتم تأتي صافرة حكم المباراة أحمد كاظم لتعلن عن نهاية الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف ما بين فريقي نفط الوسط ونفط البصرة. تحولت لنفط الوسط. حسن داخل، كرة عالية للأمام ولكنها بإمساك محكم لعدي طالب بصرة. هنا الهجوم، متصر بالله فؤاد، عرضية وحارس المرمى يتدخل، وبعد ذلك الإبعاد يأتي إلى خارج أرضية الملعب. عرضية كانت عن هنا الكرة العرضية ومحاولة، وحسن داخل سدد الكرة ولكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب. لورين حسن داخل، تمرير لمصطفى عبد الجليل أحد البدلاء. ثلاث تغييرات إلى الآن، وهنا التسديدة عن طريق مراد. هجوم جاكوب لغادر وبديله فير كروما، تسديدة عن طريق حسن داخل ولكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة. بدلات لديه في الدوري، وهنا الكرة الرأسية من مصطفى ولكنها وصلت لحارس المرمى. هدف، والكرة الرأسية كانت جميلة ولكنها كانت قريبة
هنا صابر، نعم اللاعب التونسي. كرابع تغيير بالنسبة للمدرب كابتن عبد الغني شاهد. هجوم الآن، حسن داخل، سدد الكرة ولكن في المكان اللي تواجد فيه حارس المرمى. هنا التمرير، تبقى المحاولة، تغيير إلى جهة اليمين. هجوم الآن سريع لنبط الوسط، مراد يحاول، تبقى محاولة، مصطفى يحاول و كرة فيها بقرار من حكم المباراة التنفيذ. ركنية الآن، حسام على التنفيذ، تنفذ الكرة مرة أخرى، ترسل للأمام ولكنها إلى خارج أرضية الملعب. هنا اللاعب فار كروما، الخمسة الأخيرة من عمر المباراة عدا الوقت المحتسب بدل عن الضائع. هنا الإبعاد يأتي عن طريق حسن داخل، هنا تسديد الكرة، الله على التسديد، الله على التسديد، ولكن صابر بن فتحي ركنية. صابر ضربة ركنية لمصلحة فريق نفط الوسط، تنفذ الكرة، تبقى المتابعة، وحكم المباراة ركلة جزاء، يشير لوجود ركلة جزاء لمصلحة نفط الوسط، ركلة جزاء بقرار من حكم المباراة أحمد كاظم. فلورنت بمواجهة عدين لنفط الوسط، فلورنت يتقدم، سدد، أوه جول لنفط الوسط، فلورنت ديدار المحترف مع نفط الوسط يسجل من ركلة جزاء، والتنفيذ من الكابتن في مرمى الكابتن على يمين حارس المرمى حدي طالب، ليتقدم فريق نفط الوسط بأول أهداف المباراة من ركلة جزاء، وبالتالي هدف مقابل لا شيء الآن، خامس أهدافه في دورينا عن طريق فلورنت ديدر، ليتقدم نفط الوسط على ملعبه من خلال هذا اللقاء وبقرار من حكم المباراة باحتساب ركلة جزاء. الحال هنا المحاولة، حسام بالتسديدة ولكنها حيدر عبد الرحيم، كرة لحسام ووصلت لعليكم، شوف 7 دقائق المباراة توقفت، وخصوصا باحتساب ركلة الجزاء. شوف الإعادة، كرة حسام مالك وعلي كاظم، هجوم الآن، حسام تمرير، هنا المحاولة وتسديد الكرة ولكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب. حيدر عبد الرحيم بالإبعاد، أمامية الكرة، علي كاظم بخروج وإبعاد إلى الخارج، رمي التماس، عرضية الكرة عالية، محاولات نفط البصرة من أجل العودة، من أجل التعادل، كرة وخطيرة ولكن التسديدة عن طريق باتريك نجومبي، تسديدة إلى خارج أرضية الملعب وإلى ركلة مرمى، إلى ركلة مرمى ومع الكرة بطبيعة الحال.